ولأننا لسنا بمعزل عن العالم، وحيث ينبغي البدء من حيث انتهى الآخرون، فكان لزاماً التواصل مع كبريات المؤسسات في العالم للتعرف على أحدث الخبرات العالمية في مجالات الإدارة والقيادة والتكنولوجيا. لذا قامت الأكاديمية بعقد العديد من الشراكات مع المؤسسات النظيرة في فرنسا وسويسرا وهولندا وكوريا الجنوبية من أجل نقل وتمصير تجاربهم والاستفادة من أحدث ما توصلوا إليه والمشاركة في تدريب متدربين وأطقم الأكاديمية. وستظل الأكاديمية في سعيها الدائم حريصة على عقد الشراكات مع أعرق الجهات القادرة على تقديم قيمة مضافة لنشاطاتها. السيد الرئيس، السيدات والسادة، الحضور الكريم، تسعى الأكاديمية الوطنية للتدريب عبر خطة مستقبلية طموحة للحفاظ على ما حققته من مكتسبات وتطوير خدماتها وبرامجها لضمان مواكبة أحدث مؤسسات التدريب العالمية، وكذلك التوسع في تقديم برامج نوعية جديدة سواء في بعض الدول العربية أو الأفريقية كمرحلة أولى، أو لفئات مختلفة لم تحظ بالتدريب مسبقاً ضمن برامج الأكاديمية، مع الحفاظ على جودة التدريب وعدم التهاون في معايير اختيار المرشحين، وقبوله دوماً الأكفأ والأصلح، ومنح فرص متساوية للجميع لضمان سيرورة الأكاديمية في مصاف أبرز مؤسسات التدريب حول العالم في السنوات القليلة المقبلة، قادرة على تدريب وتأهيل كوادر مميزة ليساهموا في نهضة الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030 والنهوض بالدولة المصرية في مختلف القطاعات.